شايفك شنو؟ انا اساسا انه موضوعي تعاطي. زين. بس قبل لا يجي لي الحكم كان على اساس عندي جلسه نفقه وطلاق، لاني كنت طالبه الطلاق صار لي 3 سنين وشيء. زين. وما كان يبي يطلقني الا يبي يصيد علي ان انا قاعده اسوي اشياء مو زينه. انت تتعاطين؟ انا ما اتعاطى. ما تتعاطين؟ وتحليلي نيجاتيف. زين. الا يبي يصيد علي ان انا اسوي اشياء مو زينه على اساس يقول حق انها ما تستحق ولا شيء. زين. مع اني انا قلت له ما ابي منك ولا شيء، ما ابي مؤخر، ما ابي ولا شيء، والعيال ما ابي انا اخذ نفقتهم، ابي نتقاسم لانه يعني مسؤوليه، يبي يشوفون ابوهم يبي يشوفون امهم. هو مستغرب من طريقه فعلي، لانه هو يشتغل بمكان يعني واصل، فيعني كله يتعامل برف. فاستغرب مني الموضوع هذا. امي قاعده تقول طريقه معاملتك الا ارفع عليه نفقه الا ارفع عليه من شنو. صارت الموضوع مو من صالحي. ثاني يوم انا جيت هني تعاطي. قضيه تعاطي وانت مالك شغل بالتعاطي؟ وانا مالي شغل بالتعاطي. اول مره تدشين؟ اول مره ادش. انا عندي مديونيه بس المديونيه ما لها شغل بالتعاطي. نعم. اي. ويدرون اهلي يعني طول عمري الحمد لله ملفي ابيض ابيض. عندك عيال؟ عندي عيال. عندي 4 صغار. زين 4 من زوجك وصير خلاف يقطك داخل السجن؟ اي كل هذا عشان طلاق النفقه. خلاص يطلقك وكل واحد يروح على سبيله. كل هذا اساس يعني معاشه لا ينقص ولا يحط لنا، لان قانوننا احنا انه لازم يلزم يحط لي شقه، يلزم انه يدفع لي بدل يسمونه بدلات. زين. انا مع اني ما ابي بس هو لا يعني لا يصير ان انا احطه بهالموقف. فانا يتهني. ومن زمان ترى من زمان على اساس انه الا خصب يبي يصيد موضوع علي مو زين، بس الحمد لله الله قاعد يطلعني منها. بس هالمره انقطيت.